متابعين قناة محمود إشكو، غسلتوا جراباتكم ولا لسه؟ الحلقة الماضية اللي كانت بعنوان علي بديكو حسام جنيد طلبت منكم انه توصل ل 4000 لايك، وبالفعل وصلت ل 4250 لايك، بس قبل هالمرة حكيت لكم انه انا زلمة ما بنعطوش، وهي الحلقة لازم نوصلها لل 5000 لايك بالاضافة للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس تبع الاشعارات. مريم كلينيك بتبلغ من العمر 46 سنة، نصها بنانية ونصها أجنباوية، بالإضافة إنه هي عارضة أزياء، بس بالفترة الأخيرة مال قلبها من عرض الأزياء وانتقلت للغناء، مع إنه صوتها شاذية بس كيف هيك فاتت بالغناء؟ ما حدا بيعرف غيري. مريم كلينيك بتبلغ ثروتها 15 مليون دولار وأكثر من هيك، ولما سألناها من أين لك هذا؟ كان جوابها والله جدي الله يرحمه كان يحبني كثير، مشان هيك أعطاني إياه لل 15 مليون دولار. وجده الله يرحمه ما رح احكي لكم شو كان يشتغل بسوريا وشو صار بتركيا، بس حاليا في عليها دين 1 مليون دولار، مشان هيك طلبت من الفانز تبعي اللي على الفيسبوك انه كل شخص فيهم يتبرع ب 2 دولار بس كرمال تسد الدين اللي عليها. دشكاوية ذخيرتكم انتم ما في منكم يعني 1 دولار بتكفيني انا من كل واحد. مريم بتحب الحيوانات كتير لدرجة انه في عندها بالبيت حمارة والله يساعد بتشنها كتير، واسمها فيروزا كلينيك لانه باوروبا على اسم الحيوان بسموه على اسم العيلة. يعني تبلغ مساحة الحديقة تبع البيت 30,000 متر وفيها حية وفيران وجرادين، بالاضافة لست كلاب واحد من بيناتهم حاططه بالمدرسة عم يتعلم كيف يصيد المتفجرات. حتى مريم بتشبه حالها بالقطة، لكن السؤال القوي بشهر شباط شو بتحسي صديقتي مريم؟ وصلنا اخبار انه مريم بتحب الشاب الطويل حيث يكون طوله فوق ال 190 سنتيمتر، انه صديقتي مريم بتحبي كل شيء طويل بالشاب، يعني يكونوا ايديه طوال، رجليه طوال، رقبته تكون طويله، كل شيء كل شيء يعني يكون طويل؟ ايه كل شيء. فهمت عليكي خلص. أحد المقابلات أعلنت مريم كلينيك إنه في عندها حفلة بألمانيا، وطبعاً كانت عم تحكي بطريقة استفزازية وكأنه شايفة حالة وما لا شايفة إنه خلاص أنا عندي حفلة بألمانيا، حفلة بألمانيا. بس أنا ما لح علق على الموضوع، لح نتواصل مع حلفائنا بإم تي في ومنشوف صديقي عادل كرم شو ردت فعله عن هذا الموضوع. قال هي أول شيء كان عندها حفلة بألمانيا، عندك شيء 50 غنية ضاربة مثلاً راح تغنيهم للجالية اللبنانية بألمانيا. حفلة شو؟ شكراً كتير إلك صديقي عادل كرام. صديقتي مريم كلينيك شو ردت فعلك على الكلام يلي قاله صديقنا عادل؟ أول شيء إيه عندها حفلات وأثبتت إنه عندها حفلات للجالية العربية، وكنت بألمانيا عملت حفلتين مش حفلة واحدة، ما حفلة حفلتين وتكرمت. عيب بقى عيب، نحنا ما بقى نحترم ما في احترام بقى. تعال عندي العمى ما حدا بينعطى وش يا زلمة. مريم كلينيك بتحب الموضة كتير، وآخر فترة مثل ما شفتوا الساحة السورية تبع الراب الكل انجلق عليها، يعني صار أي شخص بيغني راب، مشان هيك صديقتنا مريم حبت تغني راب، ممكن تسمعينا شيء من أحد أعمالك؟ أنا الكلينك بحب غني، أنا الكلينك عم بقدم فني، بدي جن بدي طير بدي أحكي اللي عم بيصير بي لبنان كتير ولعنة دواليب محروقة ترقات خربانة البيئة لوين وحقوق الإنسان. اوكي تمام شكرا كتير إلك صديقتي مريم، على فكرة طلعتي أحسن من أمسي تنكة يلي عنا بسوريا. لهم بتكون خلصت فقرة ديشكو والمشاهير، شكرا كتير إلكن وشكرا كتير لمتابعتكن. سؤالي إلكن للحلقة الجاية عن مين بتحبوا نحكي؟ عن سلطان الطرب، جورج والسوف، ولا عن الملكة؟ أحلام. وهلأ خلينا ننتقل لفقرة شنو هذا يا؟ شو عم صلح الحنفية؟ لا معلم عامل اجتماع مع عمك أوباما مالك شايفه؟ بأحد برامج المواهب اللي هو Arabs Got Talent دخل شاب سوري مشان يقدم موهبته كالتالي. سألونا عشان الأرض حنين وشفت كتير وما شفت ازاي حبيبة مين، سألونا كتير سألونا عشان الأرض حنين وشفت كتير وما شفت ازاي حبيبة مين، ماليش رايدة ماليش رايدة لو ماليش رايدة. أنا شخصياً انعجبت فيه لهذا الشاب وبحييه من كل قلبي. منشوف لجنة التحكيم شو علقت. أنا أول مرة أشوف واحد يغني يعني بطريقة مرة تعيسة
ويذوب، يعني انت تذوب في غناء تعس، يعني متاثر. استاذ نصر ممكن تعيد اللي حكيته؟ لانه انا هي الاذن ما عم بسمع فيها منيح. عيدها. لا عم بسمع. انت مغمض عينك ليه وانت بتغني؟ احساس. احساس. عن جد تعليقك كان كتير حلو، يقطع عمرك انت والبرنامج تبعكم. برافو. انه على فكره عن جد عيب الشيء اللي عم يصير، المخرج بيشيب شخص سوري بيعطيه كم ليره واللجنه تساوي مسخره، انه هذا الشيء وين بينصرف؟ بس الحق مو عليه هون، حق على المخرج او الحق على مدير هذا البرنامج اللي هو عربز جاد تالنت. خلينا نطير لفقره سين وجيم. بالحلقة الماضية سألتكم سؤال، إذا شفت عبد الله الحاج بالشارع عم ياكل شاوغما، شو حتكون ردة فعلك؟ وكان الجواب كالتالي: بجمع أولاد الحارة وبنصير بنغني له غنية الشاوغما. بتصور أنا وياه وبحط له قرون من ورا، بجيب فرد مي وبأوصه فيه، وبلحش عليه محرمة مشان أكسر له إيده، بقول له أعطيني سندويشتك، بخبطه كف، بلفه لف، وباخذ السندويشة من إيده وباكلها لأنه طيبة، بقول له تخليني؟ بلحش الشاوغما بعينه، بخليه ياكل الشاورما وبعد منها بحط له نقطتين سمسره صغيره بتمه، بقول له طلع وراك وبسرق له سندويشه وباكله، بشتري سندويشه شاورما وبقعد جنبه وباكله وبحاول طبقه، محسوبك من ادلي، بقول له طلع لفوق وبنزل له بنطلونه، ما بيهمني عبد الله الحاج، بكمل طريقه وبعتبر حالي مالي شايفته، بخلعه نص بلوكي على نيعه وبخليه يظبط حرف الشي، بنتف له اللزقه اللي حاططها على بزازه، ببزق عليه بزقه سريدي وبكتب على راسه دشكاوي مره من هنا، ببوسه وبحطه على الزيت لانه هذا قطعه نادره بسوريا. بعطيه واحد عيران مشان ما يغص، بربطه بحبله وبربطه بسيارة الزبالة وبمسح فيه الشوارع كلياتها، بخطفه وبحطه بالفيلق الخامس اقتحام، ناقصه النسوان لأنه بقنعه إنه أنا مالي إدل بي مشان يروح معي لورا المدرسة. لهم بيكونوا خلصوا تعليقات اليوم. سؤالي لكم للحلقة الجاية: إذا أجاك خبر إنك حتموت بعد واحد ساعة، شو حتعمل؟ إخواتي بحياة ربكم ما حدا يقول لي إنه بدي روح صلي ركعتين وبدي روح استشهد وأعمل وساوي، بدنا تعليقات مهضومة حسرة. مع ذلك شكرا كتير لكم، شكرا كتير لتعليقاته تعليقاتكم، وشكرا لكل واحد عم يطبق بنات بالتعليقات. كاشفكم كلياتكم، استنوني الاربعاء الجاي بحلقه جديده مع توصيل هالحلقه ل 5000 لايك مشان اقدم لكم شغله كثير 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 حلوه. كان معكم محمود مخللات من قناه محمود إشكو، روابط حساباتي كلها تحت بالوصف. بشوفكم، سلامات.